خبر تاني، والحقيقة انه الفترة اللي فاتت طبعا يعني كلنا متابعين على السوشيال ميديا الجدل الكبير اللي حاصل على مسألة الواجبات الزوجية، والست عليها ايه والراجل عليه ايه، ومين يربي الأطفال ومين يعمل الأكل في البيت، واللي يطلع يقولك الست مش مكلفة انها تعمل أكل ومش مكلفة كمان انها ترضع الصغار، والدين ما بيقولش كده، وانه الراجل المفروض انه يساعدها في كل هذه الأشياء، ولو عملتها فده نوع من أنواع يعني التبرع منها، وانها كمان لازم تؤجر عليه. كل ده كلام جميل، لكن المشكلة الحقيقية انه لما بيطرح الموضوع على السوشيال ميديا بيكون الغرض منه الحقيقة 100% هو الترند. ما بيبقى اللي بيتكلم ما بيبقاش متخيل انه هذا الجدل ممكن يعمل حالة من الشد الكبير بين الأزواج، لانه كل واحد بياخد الكلام زي ما هو من غير ما يدور على اللي ورا الكلام. علشان كده في مسألة زي البيوت المصرية وزي الحياة الأسرية جوه البيوت المصرية اللي أكيد يعني مبنية على الرحمة ما بيننا وبين بعض، اللي قادر على حاجة يعملها واللي مش قادر التاني يساعده. بكل تأكيد الموضوع متروك للشركاء اللي في الحياة، كل واحد عارف قدرات شريكه قد إيه، يقدر إنه يساعده لحد فين، الموضوع بيمشي بالتراضي وبالتفاهم. لكن اللي بيحصل الحقيقة من خناقات والحق عند مين، ده موضوع صعب وبيعمل أزمات. خلينا دلوقتي نروح ناخد رأي أحد المتخصصين، دكتور حسام علي صالح استشاري العلاقات الأسرية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. تابعت إزاي الجدل اللي حاصل على السوشيال ميديا على موضوع الواجبات والحقوق الزوجية؟ نور عليك وعليكم جميعا. الحقيقة أن الجدل مثار بشكل كبير جدا، والمقصود منه والواضح منه أن المقصود الترند وإثارة الخلاف والنقاش والجدل. الحقيقة أن زمان الزواج كان ناجح جدا، لأن كانوا الأزواج بيتنافسوا ان هم مين يعمل ايه اكتر، وفتره الخطوبه بتكون العلاقه جميله جدا عشان كل واحد بيفكر يقدم ايه للتاني وازاي يساعد التاني وازاي يسعد التاني ويكون باجمل شكل ممكن. الحقيقه ان في ناس بقى عندها تخيل كبير جدا ان بعد الجواز هي دي النهايه، وانا مستني بقى الطرف الاخر بس يعمل ايه. متحفزين لبعض يعني. رجاله كتير بقت مستنيه بس هي الست تعمل وتلوم على اللي ناقص، وستات كتير بقت مستنيه الراجل يعمل وتلوم على اللي ناقص. الحقيقه ان هل الجدال ده او اسلوب التفكير ده ادى ان حالات الطلاق زادت ولا قلت؟ الواقع بيقول ان حالات الطلاق بتزيد سنويا بمتوسط من 12 ل 13% في اخر 3 سنوات، ودي نسبه كبيره جدا. ان بقى في حاله طلاق كل دقيقتين، فالموضوع بقى خطير جدا عشان العقليه العامه بقت مركزه اكتر على ايه نقاط الخلاف، ايه حقوقي، ايه اللي ليا، ايه اللي هاخده. طب ما هم بيروحوا لنقاط الخلاف يا دكتور علشان مش عارفين يتفقوا. هم ليه بقى مش عارفين يتفقوا؟ ما انا لما اوصل لحقي وحقك يبقى احنا مش عارفين نتفق. بالظبط. لو قصه حقي وحقك، من رأيي كل واحد يفضل في بيته ويفضل لوحده بقى، يعيش لوحده عشان ما يتنازلش عن حقوق الآخر. لكن لو بصينا لها إنها مركب، إنها شركة بنتعاون فيها كلنا عشان تنجح وعشان تبقى أحسن، عشان نطورها، عشان نضيف ليها، الشعور هيختلف تماما. لأن نفس الراجل ده في الشغل بيتعاون مع زمايله عشان شركته تنجح. صحيح. نفس الست دي في شغلها بتعاون زمايلها وبتساعدهم وبتجيب لهم الأكل والفطار والمش عارف إيه معاها عشان العلاقه بتبقى بينهم كويسه والشغل ينجح والحياه تمشي. طب ما احنا لو عملنا نفس الكلام ده في بيوتنا، بيوتنا اولى. لو احنا ما تنصلناش من فكره المسؤوليه وفقط انا بطالب الاخر، دلوقتي وصلت ان بقى وكمان بيتكلموا ان مش ملزمه الراجل مش ملزم ان هو يربي الاولاد. صحيح. والست مش ملزمه ترضع الاولاد. طب الاولاد بنجيبهم ليه بقى؟ لو احنا الاثنين بنتخلى عن مسؤوليتهم، مين اللي هيتابع مسؤوليتهم؟ ولا احنا المفروض العكس؟ نتنافس ازاي نخلي بيتنا احلى، علاقتنا احلى، اسرتنا احلى، ان حياتنا تبقى اجمل وافضل، في موده وفي رحمه، في عطاء. الثغره اللي انا بلاقيها ان الطرف الثاني مش قادر يعملها انا بكملها، والطرف الثاني بنفس الشكل، ونبقى احنا بنكمل بعض زي في الشغل، في المدير وفي نائب المدير، في المسؤول. هي حاله النديه اللي حاصله دي يا دكتور يمكن عامله مشكله؟ النديه والانانيه، لان بصراحه الفكر الانا تضخمت جدا دلوقتي. السوشيال ميديا عملت ايه؟ كل واحد مركز على الانا. انا 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 هاخد ايه؟ انا هستفيد ايه؟ الناس شايفاني ازاي؟ المميزات ايه؟ طب مين بياخد ايه؟ بيتنافسوا في اظهار مين بيحصل على حاجات اكتر، وبيتغروا بعض الصور الزائفه اللي الناس بتروجها على السوشيال ميديا. فالنتيجه ان بنشوف ناس بتخرب بيتها بسبب بوست، الناس بتخرب بيتها بسبب
مثلا مسلسل او فيلم او لقطه معينه كان المخرج هدفه فيها يلفت انتباه لفكره معينه او يشد التفكير لحاجه معينه. طب هل انا قستها على حياتي بجد؟ هل انا قيمت انا حياتي بشكل صحيح؟ دي نقطه مهمه جدا يا دكتور، ان كل علاقه مستقله بذاتها، اللي ينفعني ما ينفعش غيري، واللي ينفع غيري ما ينفعنيش. ده حقيقي، مفيش حل. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي بنشوفها في المشاكل الزوجيه بشكل كبير. ندخل على الجروبات على الفيسبوك كاتبه مشكلتها والناس بترد عليها بسبب البوست بسبب كذا. وبعدين انا حد متخصص ما اقدرش ارد على حد مجرد سؤال في بوست لسبب. لان مين يقدر يجاوب في مشكله من غير ما يعرف جذورها وتفاصيلها وتقييم الموقف ايه؟ لان لو ما قيمتش صح، هو انت تقدر تاخد قرار في شركه ولا في بنك ولا في مكان من غير ما تدرس جذور المشكله وعواقبه على الشخص ده وعلى بقيه الاسره عامله ازاي؟ حلها ايه يا دكتور الخناقه المجتمعيه اللي حاصله دي في وجهه نظرك؟ اذا كان ليها حل يعني. حلها بمنتهى البساطه، ان احنا اصلا نرجع للاصل، احنا عايزين جوازنا ده يبقى احسن وننجح، عايزين نرضي ربنا وناخد الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نسعد في حياتنا ونفرح باولادنا، عايزين نطور بيتنا ونحسن من حياتنا، ولا عايزين نتخانق على الانانيه؟ لو الانانيه لا، رجاء يبقى كل واحد يخليه في بيته، زي ما اللي حاصل دلوقتي كمان ان نسبه اقبال الشباب في عزوف على الجواز صحيح. قلت ليه الجيل ده حاصل معاه كده يا دكتور برايك؟ يعني اجيال اهالينا ما كانش الموضوع بالشكل ده لا في الطلاق ولا في الجواز. من كتر التخويف من الجواز، من كتر اظهار المشاكل، الناس بقت بتقيس بدوت ان لا ده كله كده، كله بيتطلق، كله بيتخانق. الحقيقه لا، مع ذلك في بيوت كتير ناجحه، في اولاد كتير بيتربوا زي الفل، في اسر كتير الحمد لله سعيده، والا ما كانش هم كبروا وتربوا في البيوت دي. صحيح. فاحنا بدل ما احنا نحجم عن ده، نفكر ازاي ان احنا نعمله احسن، وحاجه مهمه حلها ان احنا كمان نربي اولادنا على المسؤوليه من الاول. اللي تلاحظيه منتشر جدا دلوقتي الجيل، نسبه كبيره مش هنقول كله، نسبه كبيره بقت موجوده بتتهرب من المسؤوليه. سواء ولد او بنت، هم ما عشان كده بندور على حقي وحقك، لانه ما حدش عايز يعمل مسؤوليات. ما هو عشان عايز حد يشيلها كلها. صحيح. سواء ده هو او هي، كل واحد عايز التاني يشيلها كلها ومش عايز يشيل دوره. عشان تخيله جايبه من قصه او من فيلم او من لقطه او من اغنيه، ان مشهد النهايه بيكون ايه غالبا؟ الجواز، الفرح، الهانيمون. طيب ايوه، ده حضرتك ده مشهد البدايه. هو الفيلم مش هيجيب لك بقى الحياه، دورك الحقيقي ده فيلمك انت، انت اللي هتخرجه وانت البطل فيه وانت اللي هتشيل فيه المسؤوليه، ولا بس عايز تتفرج على الابطال وهم بيصنعوا النجاح في الافلام وفي الحياه اللي بره وانت ما بتصنعش ده في حياتك؟ صحيح. وبتتكلم على انجازات التانيين وانت او انت او انت ما بتصنعوش ده في حياتك. استمتعوا ان انت تكون البطل في قصتك، او انت تكوني البطله في قصتك وتشاركي بافضل شكل عشان حياتك تكون احسن. تخيلي زوجين كل واحد منهم تنافس ازاي نخلي حياتنا احسن. بكل تاكيد احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام علي صالح استشاري العلاقات الاسريه.